رجعنا تاني اللي هي فرقه كاريوتا وادتونا طاقه على فكره يعني طاقه حلوه وعاملين بهجه. بنات دايما بيعملوا بهجه يعني احلى حاجه. لازم تغني اغنيه يا بنات يا بنات طبعا. ايوه طبعا. وفي اغنيه ثانيه لمحمد منير برضو البنات البنات تعشق البنات. انتوا كل الاغاني اللي فيها بنات صح؟ صح تعشق البنات. ايوه مظبوط. طيب قولوا لي بتختاروا ازاي؟ يعني كل واحد بتقعدوا ولا طبقا للحفله؟ يعني طبقا للحفله على حسب الثيم بتاع كل حفله. بيبقى في ثيم معين. مثلا احنا الحفله اللي جايه دي مثلا عملنا الافلام. فكل واحده اختارت طب احنا ممكن نغني ايه؟ ايه اللي ممكن نقوله؟ من اغاني الافلام مثلا. الاهالي بقى بيشجعوكم جدا جدا جدا. ده دور رقم واحد بالنسبه لنا كلنا حتى الموسيقيين كمان يعني. أيوة. دايما الام والاب دايما بيكون ليهم دور عالمي يعني بجد. يعني بيجوا يقولوا لكم غنوا كذا ويروحوا معاكم الحفلات كتير كتير. هم يقترحوا علينا مثلا حد يقول لنا يا جماعه ماما قالت لي ايه رايكم نغني كذا، ايه رايكم نعمل كذا، وهم كمان لو حاضرين معانا بروفات لا بيقولوا طب ما تغنوا كذا قولوا كذا. بيطلع منهم افكار حلوه. كانت اختيار احد الامهات مامت ريهام. طيب انتوا عارفين انتوا بتفكرونا بالفرق الوقت اللي كانت موجودة. أنا جيلي اتربى عليها بقى فرق بقى زي المصريين وزي الأصدقاء طبعا والفور ام وكل الحاجات دي. احنا دي برضو عودة حلوة كده. احنا كمان يمكن يعني تكملة حاجة بتقوليه ان احنا مرة كنا عاملين حفلة وعملنا بروجكت كامل مع طبعا الدكتور عزت طبعا حضر معانا حفلة وجي لعب معانا واكيد كان مبسوط. وقال لنا احلى واحد في مصر يلعب كيبورد الدكتور عزت طبعا. انتوا بتفكروني بفرقان ودكتور هاني شنودة برضو عملنا معاه حفلة. عملتوا معاه حفلة من احلى الحفلات.